فريق مستعد اتم استعداد لهذه المقابله، رغم اننا غادي ندخلوا معطلين الامارات العربيه المتحده نظرا للاستعداد ديالنا هنا في البلاد ديالنا. الطموح ديال اللاعبين ولا الاداره وكذلك الطاقم التقني هو اننا نقدموا مستوى جيد كيعكس التقدم والتطور ديال كره القدم المغربيه، ولكن كان بالنسبه لنا حنايا الهدف الرئيسي والاساسي هو التالق داخل البطوله الوطنيه والفوز بها ان شاء الله السنه الثانيه التوالي، وكذلك الذهاب عاوتاني لابعد نقطه في عصبه الابطال، لان كاس العالم الانديه كتبقى ان بريستيج سي با شي حاجه اللي يمكن اننا ننافسوا عليها، لان كنعرفوا هاد التظاهرات هادو عندهم الانديه ديالهم كبار كريال مدريد السنه الماضيه ريال مدريد بايرن ميونخ، هادو هما الانديه اللي يمكن يفوزوا بالالقاب.